لما تضغط لو القلم بتاعنا ده هنستخدمه على اساس ان هو مقياس اذا كنت انا عايش ولا لا، يبقى لو القلم اصغر من الصفر يحصل الموال ده. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الحتة دي، هنسيفه. الاوبجكت تاور دلوقتي زي ما شفنا بقى بيعمل فريندلي او توأم منه، بس انا دلوقتي عندي عايز اوضح حاجة، بس ان انا لما بيلمس كله، لا انا مش عايزه يلمس كله، انا عايزه يلمس بس اللي انا شايفه قدامي ده، الجزء ده بس. فيعني هي الحكاية كلها في الفا، هي حكاية سبرايت بس عشان جايبه من على النت، فبيلقط كأنه مربع، لا انا مش عايزه يلقط كده. ادي دلوقتي اهو، اهو دلوقتي لما بيقع حتى لو ضغطت خلاص وقع مات مش بيتحرك. كده عملنا البلوك، قد تكون المسافة كبيرة لكن احنا مش عايزين نعملها زي اللعبة الأساسية صعبة قوي، لا احنا خلاص كده احنا يعني اظن دي سهلة، مش بنصعب الحكاية. طب احنا عايزين نعمل اكتر من اوبجكت التاور جنب بعض، الحكاية دي هتبقى ازاي؟ الحكاية دي ممكن نتحكم بيها بالاوبجكت تاور نفسه، بحيث ان انا يعني ابقى مثبت، يبقى اول تاور ده هو اللي بيأسس اللي وراه، واللي وراه يأسس اللي وراه، واللي وراه يأسس اللي وراه، وهكذا. لكن انا يعني ممكن نعملوها كده مش هتفرق، يعني مع نفس بنفس الطريقة اللي احنا عملنا التاور بتاع اللي فوق هنعمله نفس الحكاية، هنعمله تاور اللي جنبي، creating another tower، بس احنا هنخليه بقى ما بيعملش ما بيكريتش، يعني ماشي هنخليه على مسافة برضو if not place meeting، بس المرة دي انا مش عايزه اكس، انا عايزه يبقى الاكس بتاعه هو اللي بيشوف على بعد، مثلا لو هنخليه 6-4 مثلا. تمام، يبقى هنكريت على بعد 6-4 زائد 6-4 يكريت اوبجكت تاور جديد، والواي بتاعه ممكن يختلف بقى، ممكن مثلا نخلي اللي يختار الواي بتاعه ما بين واي ناقص كام، ناقص مثلا 32، او واي زائد 32، او واي زائد تمانية واربعين، او واي ناقص 48، او اللي انا عايزه، يعني ممكن اضيف حاجات كتير قوي، واللي انا مش عايزه بعد كده هشيله عادي، واي زائد 16. والايمج اكس سكيل طبعا بتاعه نفس الاكس سكيل، مش هتفرق دي، مش عايزينها في حاجه دلوقتي، ومش عايزين ما اظنش ان احنا هنستخدمه في حاجه تانية. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي، هيتكريت اكتر من واحد طبعا، هيبقوا وهكذا يجوا ورا بعض بقى، يعني نجربوهم، مش هتاخد وقت. هنا بيقول لي جيم تاور، في غلطة هنا، في غلطة، في هنا غلطة في الكود نفسه، عندي غلطة في خطأ ما نس سكريت شوز مش عارف ايه كده. تمام، اوبجكت تاور هو هنا في غلطة ما، نحاول نجيبها. طيب هنجربه، يشيلوا ده كده ونحطوه هنا لو احتاجناه، ونجربه نخليه نفس الواي كتستنج، يعني يمكن الغلط مش من ده، هنشوف هيحصل ايه. يبقى الغلط في حاجة تانية. instance create، في غلطة هنا حتى الآن، يمكن هنا يمكن نشوف خطأ، هو مش عارف خطأ اكس زائد 64.
دخلنا لغينا البيضة. لا مش هنقطع البيضة. انا عشان اكاري تطور تاني هضيف، انا عشان كاري تطور تاني ممكن احط زي color اسميه صفر مثلا واخليه ثانية واحدة، واقول له كل بعد الثانية دي تكريت لي واحد تاني في نفس المكان اللي انا كنت فيه. يكريت اهو instance create x start y start. دلوقتي هنعمل الواي عشان يبقى فيه عمق، يبقى فيه ارتفاعات تانية بس عشان بس نجربها، وهيحصل معايا ان في حاجة هتقف معايا دلوقتي هتحصل غلط هفهمها لكم. ان انا دلوقتي عندي اوبجكت فيه باصص لفوق واوبجكت تاني باصص لتحت، فانا عندي اللي فوق ده، اللي فوق ده عمل شبيه لي، فانا بقول له لا انا مش عايزك تعمل، مش عايز انا كواحد فوق يعمل شبيه لي. فانا هقول له لو السكيل بتاعي، لو الواي سكيل بتاعي بيساوي واحد، يعني لو انا اللي باصص لفوق اللي هو زي كده الفتحة بتاعت العمود لفوق، فانت تقدر تعمل، انما لو مش باصص لفوق ما تعملش. في هذه الحالة زي ما احنا شايفين اهو هيبقى مظبوط جدا، ويعني انا وهكذا الحكاية دي يعني خلاص كده دي تمام اتحلت. انا كده ممكن تمام اضيف دي. فاحنا هنا لاحظنا حتى واحنا بنلعب ان لسه بيكاريت بعد ما مات لسه بيكاريت عواميد تانية، فانا هقول له لا انت ما تكاريتش عواميد تانية، انت تكاريت امتى؟ انت تكاريت لو، يعني بعد اول ما الارم ده يجي لو اند برضو عند الاوبجكت بيرد بتاعي، بيرد بتاعي لو الالارم بتاعه اصغر من الصفر تكاريت لي. ففي هذه الحالة مش هيكاريت واحد تاني، لما هيموت مش هيكاريت واحد تاني، تمام اهو مش بيكاريت واحد تاني، فانا كده ايه في السليم اهو مش بيكاريت واحد تاني. كده احنا خلصنا الحتة دي، بس لسه فاضل لنا ان احنا ايه نخليه يكاريته في بعد تاني او في ارتفاع تاني. الحكاية دي مش صعبة، هنستخدمه بس ان احنا نقول له الواي الجديد ايا كان ده فار مش عايز استعمله يعني مش مهم اوي، بس يعني هختار هعرف الفار المتغير ده اللي هو واي 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 ده هيساوي اختار تشوز مثلا انه يبقى الواي الاساسي بتاعي دلوقتي ناقص 32، او الواي الاساسي بتاعي دلوقتي زائد 32، او الواي بتاعي دلوقتي زائد 84، او الواي بتاعي ناقص 84 وهكذا. وراح واخد الواي واي ده وعوض بيه جوه الانستنس كريت ونجربه ان شاء الله هيشتغل. بسم الله اهو بقى عندي ده بيبقى ارتفاعه معين، وبعد كده ده بينزل وده بيقل وده بينزل وهكذا وهكذا. انا عندي هنا حاجة لاحظتها ان هو بيكاريت تحت خالص، يعني هو المسافات عايز يتظبط شوية. المسافات عايز هو مش الحجم بتاعي دلوقتي، ممكن اخليه بلاش ال 48 دي، يعني ممكن يبقى واي ستارت تعمل مع ال هتعمل مع المستوى ده بس، المستوى ده بس اللي هو مثلا الواي بتاعه اللي هو هيبقى 96 96. فانا هقول له يا 96 يا في الرينج ده، يا 96 زائد 32، يا 96 زائد 84، يا 96 ناقص 84، 96 ناقص 32، يا 96. كده تكون حلينا المشكلة دي. فاحنا هنجربوها دلوقتي اهو اللي هو بيكاريت نفسه. طبعا
هي صعبة بس عادي يعني. ممكن نعمله حاجة تانية، ان هو دلوقتي زي ما بنشوف احنا دلوقتي بقى ده بيداري عليه، فاحنا ممكن نخله يعني نوعا ما، ممكن نطوله ده كحل يعني، كحل سهل مش هيصعب الحكاية، حل سهل ان نفهمه يعني، ان احنا مثلا هنخلي دي بحجم 256 حجم الروم نفسه، بحيث مهما كبر يبقى عندي الرينج بتاعه وما يقلش ولا يزيد عنه. فاخد ده كده واعمل له كوبي، واخد ده واعمل له كوبي كده، نبقى حلينا المشكلة بطريقة سهلة يعني. يعني انا شايف ان 48 دي كتيرة شوية، 16 حلو اوي، ويعني نجربه. تمام، ادي 1 2 3 بيخبط، انا مش عارف العب للاسف. 1 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
احنا نعتبر خلصنا النظام بتاع البلوكس اللي هي الأعمدة، ويعني تعدي دي حاجة سهلة حتى، يعني لعبة كحاجة بسيطة. اللعبة دي يعني احنا نعتبر شبه خلصناها، فاضل إضافات صغيرة جدا ومش صعبة. الريدي وسيت جو النظام ده يعني مش صعب، ممكن يكون أسهل حاجة هنعملها، ان احنا بس هنخلي البرد يقف شوية بعد كده يبدأ. يعني البرد هو الأساس، او ريدي سيت جو فروم تانية وبعد كده يبدأ عادي. يعني هي الحكاية كلها ان هي سهلة، يعني مش صعبة. هنسيف ده كده ونقابلكم في الفيديو التاني اللي هنعمل فيه السكور واللايف والريدي والسيت وجو والسكور بس، يعني احنا عملنا اللايف.